باش يتبدل. هذا اش تحبوا تقولوا؟ على كل حال حتى عرفا في التنظيمات أراه تغيير القوانين مثلا لا تعني ذلك المؤتمر، تعني المؤتمر اللاحق، تعني القيادة اللاحق. يعني حتى كان مش باش يصير بإذن الله، أما كان صار تغييره لا ولا غير معني بين مؤتمر 11 معني للي بعده. فهمت؟ بالتالي القلق هو أنه ندخلوا في البوليميك هذه، فيلزم نسكروا الباب ذي حتى نتجه أكثر يعني جودة للمؤتمر اللي هو قريب. راه المؤتمر تو راه حسابين تو صحيح. يعني شنو دخلنا في السنة السياسية تو 13 نائب ممضين على الوثيقة هذه داخل حركة النهضة قبيلة في النقاش هنا في البلاتو بين شكيب وسفيان أحلام معنا، تحدثنا في الموضوع قلنا أنه الوثيقة يمكن أن تكون لها وقع على الكتلة النيابية لحركة النهضة، خاطر فما رؤيتين مختلفتين، هذا واضح في الموضوع. فما شكون يقول لك الفصل 31 من النظام الأساسي ما لازموش يتمس، ونحبوا راشد الغنوشي يقول صراحة أنه محسوم الأمر بالنسبة ليه، ما فماش ترشح مرة أخرى، ما فماش دورة أخرى. هذايا 13 نائب شنو يحبوا والبقية؟ شوف 13 نائب أهم حاجة تجمعهم أنهم أعضاء شورى أغلبهم، بالتالي هم حاضرين لنقاش المؤسسات الشورى في هذا الأمر، تبدو واضحين. برشا أعضاء كتلة ما همش أعضاء شورى، يعني وضعهم القيادي أخف شوية من اللي هو عاش الجدل المؤسسي. كلهم أعضاء شورى 13 نائب؟ معظمهم يعني في بالي زوج وثلاثة. دونك وقعوا بصفتهم أكثر أعضاء شورى. يعني نجم أنا هكا تقدير، لكن فما اللي هما كيما مريم وكيما الشباب ما همش أعضاء شورى يعني. بالتالي حماس نتاع الشباب يعني، وهذاك بلاصتهم الشباب. بلاصتهم يدافعوا على القيم هذه، لذلك انا عقلي ما يقبل الشاب يدافع يعني يدافع على حاجه غير القيمه هذيك، خاطر اللي هي شو اسمها؟ اللي هي الديمقراطيه، اللي هي التداول. الاخرى شو اسمها؟ اللي هي غير الديمقراطيه. ما تحبش تقولها سي شهودي. لا عدم التداول يعني. لا الديمقراطيه عكسها ديكتاتوريه. اي بالطبيعه يعني شوف مش علي باش نزيفوا حقيقه نقولوا ديكتاتوريه. لا ما تحبش تقول ديكتاتوريه. انت توا ليه قاعده مش تخرج مني؟ ليه مش تخرج منك حتى؟ انا يعنيني في هذا الامر. انا نحترم انك حذر جدا في كلامك، خاطر تتكلم على رئيس الحركه، ولكن التوصيف واضح. ميسالش اللي يعنينا في هذا انه في الكتله اظن جزء منه يعبر عن النقاشات اللي عاشتها مؤسسه الشورى وبقيه الاعضاء. زاد فما حاجه نكونوا صراحه، نحن في بالي ما تعرضش عليهم الكل العريضه هذا للامانه، بمعنى العريضه ما مشاتش لل 54 نائب باش نقولوا نحن شنو هي موقفهم. هي تعرضت هؤلاء اليوم اقرب للنقاشات اللي عاشوها، باعتبار صعيب باش نناقشوا يعني مده شهرين اكثر من 100. ففما جانب تقني، انا نتوقع اللي فما ناس داخل الكتله قد تمضي يعني. وبالفعل نحن في بالي للبارح فما شكون زاد انضاف، لانه نحن اكتفينا ب 100، حبينا يكون معبر يعني. العدد ما عندوش قيمه في الحجم طبعا، ما عندوش قيمه في التنوع وفي التعبير على المزاج العام للمؤسسه. سي زبير نسمعوا سؤال سفيان بن حميده ونرجو زبير.